وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربي، معكم زاف دهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة وطبعا بجلسة طبعا التداول اليومي عن قوم بتغطية مباشرة على معظم العملات والأزواج الرئيسية الموجودة عندنا على منصة التداول، بدي أحذركم من المخاطر الموجودة عندنا، وطبعا ممكن أن الخسائر تتجاوز رأس مال المستثمر. في البداية عملة الأوروبية الموحدة وشهدت شوي إذا بدكم ارتفاع وباونس خلال جلسات أمس، وموجة اندفاعية كنا توقعناها، لأنه طبعا قلنا أنه زيادة مستويات 88.2% في بوناتشي هي مستويات تثبيت للموجة ام بي، ونتوقع ارتفاع الموجة سي أو الموجة الثالثة التصحيحية لزيادة مستوى 116.40. وإذا بتراجعوا الجلسات طبعا السابقة كنا تكلمنا على مستوى 116.40 اللي هو راح يكون هدف لنا العملة الأوروبية الموحدة إن شاء الله بالجلسات القادمة. هلا مستوى 116.40 ممكن نرتفع له إذا بدكم موجة سريعة مثل ما عم نشهد هلا، أو ممكن طبعا نعمل موجات تصحيحية بسيطة، كله وارد. يعني بهذه الحالة نتوقع أنه الموجات الاندفاعية لموجة سي فيها تكون على شكلين، يا إما شكل أي بي سي اللي هي ارتفاع وطبعا ملامسة مستوى ال 116.40 مباشرة، يا إما ممكن ترتفع بشكل خمس موجات 1 2 3 4 5. فمن المتوقع هلا انه نحن طبعا نكون عم نعمل موجات تصحيحية بسيطة ومضادة للاتجاه العام الصاعد قبل ما نكفي بالشراء. طبعا زيارة مستويات ال 114 اذا بدكم 90 او مستوى ال 115.02 مستويات مهمة جدا، ما في شك انه هذه المستويات اذا عم تشوفوها خلينا نعرض بس خط مقاومة قرب هذه المستويات لتكونوا عارفين تقريبا مع شو عم نتداول. يعني عندي هذه المستويات مع الارو داون، هذا المستوى كان وصل له اذا بدكم خط مقاوم مهم جدا لزوج اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده، وهلا تقريبا رجعنا استهدفناه. طبعا عدم اغلاق فوق هذا المستوى ممكن يعطينا سيناريو سلبي على انه نرجع نكفي اتجاه الهابط او نعزز مراكز البيع، ولكن طبعا بشكل او اخر نحن يا ترى ممكن يكون عندي فرص استثمار، او ممكن تكون اذا بدكم فرصه جديه للاستثمار من هذه المستويات ندخل مراكز بيع. طبعا لا، رح ننتظر شوي صغيره ارتدادات وموجات تصحيحيه لزياده مستوى ال 114 30 قبل ما نرجع نفكر بالشراء عن جديد. بهذه الحاله نتوقع ان العملات الرئيسيه تكون ماشي اذا بدكم بنفس السيناريو، عم نسجل على ستيرليني كوم اعلى من بعض البعض، هذا بدل على سيناريو ايجابي طبعا على المدى الوسط للقصير، ومن المتوقع تكمله اتجاه الصاعد لزياده مستوى ال 134 او 135 كحد اقصى. ليش عم نتكلم كحد اقصى؟ يعني عندي هدف، يعني عندي خط مقاومه ممكن نوصل له على القريب قرب مستويات ال 134 نص 135، وبهيدي الحاله من المتوقع انه يكون عندي خلينا نقول بعض السيناريوهات المفترضه السلبيه على استرليني دولار من وراء منظور هذه المستويات المتوقعه. فنحن بعد عنا ميسنج لاج، وبعد عنا اذا بدكم خلينا نقول اتجاه عام هابط، عندنا لاج ناقص اذا بدكم او موجه هبوط ناقصه، اوكي، على طبعا الاسترليني دولار. فبهيدي الحاله من المتوقع انه من وراء ارتفاع الاسترليني لزياره هذه القمه من المتوقع انه نرجع نعزز مراكز البيع. طبعا كمضاربه ما عندي اي فرصه استثمار، امبارح كان عندي فرصه على الدولار كاد وكانت خطيره جدا، لما سوقت الخساره تمام كنت متوقع انه نرجع نسجل موجه تصحيحيه ثالثه للدولار كاد. فبهيدي الحاله طبعا يعني ويف اي ويف بي اخترقنا هذا القاع، فهون بهذه الحاله اختراق هذا القاع اعطاني اشاره سلبيه، وفورا شهدنا ارتفاع لاسعار النفط بحكم العلاقه العكسيه بين النفط والدولار الكندي. فمن المتوقع انه الكندي من وراء طبعا اختراق هذه المستويات موجه تصحيحيه اعاد امتحان لزياده مستوى ال 131.90 وتكمله اتجاه الهابط. اهلا وسهلا فيكم استاذ محمد، استاذ احمد، استاذ انتو، اهلا وسهلا فيكم. الكات سي اتش اف، خلينا نشوف شو بنتوقع على الكات سي اتش اف. الكات سي اتش اف ايضا يعني من وراء طبعا ضعف اذا بدكم الدولار امام الكندي، يعني ارتفاع الكندي، فبهيدي الحاله الكات سي اتش اف ابتدينا بالارتفاع فيه. عم تلاحظوا العلاقه الايجابيه بين الكروسز او العملات الرئيسيه وايضا العملات الانعكاسيه. استاذ سمير رومي، اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه. لكن الموجات الاندفاعيه وهذه الكاند اللي شهدناها على الكات سي اتش اف طبعا سجلت لمستويات مرتفعه ومن قديمه، يعني قبل ما نبتدي بهذا الارتفاع الحاد او الموجه الاندفاعيه كنا عم نشهد كعان وكم على بعض البعض. هلا سيكولوجيه التداول اللي كنت حابب انه اتكلم عليها، عفوا، اوكي، سيكولوجيه التداول اللي كنت حابب اتكلم عليها في جلسه اليوم هي سيكولوجيه التداول اللي عم نتكلم عليها طبعا كرمال خلينا نقول
يعني الموجات الاندفاعيه الاخيره، الموجه رقم خمسه او الموجه الخامسه على طول بتكون الموجه الاخيره اللي بيكون فيها الزخم او مومنتوم اقل او ابطا من غيرها. ولكن اذا في حال نحن بالموجه الخامسه شفنا ارتفاع اذا بدكم حاد بهذا الشكل مثل ما عم نشهد على الكات سي اتش اف، وبهذه الحاله ممكن من هذه القمه ومن هذا الارتفاع ممكن نرجع نشهد انخفاض عن جديد. فطبعا بكل بساطه هذا الارتفاع بشكل سريع ممكن تكون ستوب هانت اذا بدكم، او ملامسه توقف الخسائر ليرجع يبتدي بالاتجاه المعاكس عن جديد. هلا بالنسبه لنا اللي شاهدناه على هذا السيناريو اذا بدكم على الكات سي اتش اف هو نفسه على اسعار الذهب، يعني من ورا مرحله افقيه ابتدينا بالمرحله الخامسه ارتفاع عظيم، تمام في عنا ارتفاع، ولكن هذه الشمعه بجلسه امس كانت مثل اذا بنسميها ستوب هانت. ستوب هانت هي ارتفاع سريع بتسجله الموجه رقم خمسه من خمسه، بتدل على انه الارتفاع اذا بدكم كان خلينا نقول سريع جدا والمومنتوم والزخم فيه سريع جدا، فبهذه الحاله بنكون قربنا لنهايه الموجه. فنحن لازم نعرف انه وصول اسعار الذهب لهذه المستويات بشكل بهذه الشمعه نتوقع الارتفاع السريع يكون عنده انخفاض اسرع، مثل ما بيقولوا في مثل بيقول بسوق الفوركس خلينا نقول بيطلع على الدرج وبينزل بالمصقل، شو يعني؟ فبهذه الحاله لما يطلع على الدرج يعني الارتفاع المفروض يكون بطيء، تمام، ولكن لما يكون في عندي الارتفاع سريع والمومنتوم سريع بيكون عندي شيء اسمه ستوب هانت، وهذه الشموع اليابانيه تلقب بالشيفرز، تمام. هذه الشيفر ما لها اذا بتكون وجود دائم بالرسوم البيانيه، ولكن على رسم بيان اليومي لاسعار الذهب من المتوقع انه ممكن تكفي كحد اقصى لزياده مستوى 1328 1334 ومن ثم نعزز مراكز البيع عن جديد. بعد عندي سيناريو سلبي للعملات الرئيسية، بعد عندي سيناريو سلبي لأسعار الذهب، بعد عندي سيناريو سلبي على تقريبا المؤشرات الأمريكية، ولكن الوقت هو الأهم. يعني هل يا ترى السيناريو السلبي ممكن نبتدي فيه بهلأ على أسعار النفط على أسعار الذهب؟ لا، بعدنا منتظرين قمم جديدة لنعزز مراكز البيع. حتى اليورو دولار استرليني دولار منتظرين سيناريوهات سلبية، ولكن من ورا زيادة مستوى ال 116.40 على اليورو والاسترليني مستوى ال 134، هل يا ترى أسعار المؤشرات الأمريكية رح تضل عم ترتفع مثل هذا الشكل أو مثل هذا الارتفاع اللي شاهدناه أيضا بجلسة أمس؟ قلت لكم بعد عندي قمم جديدة، واختراق هذه القمم الجديدة بتعني إنه بعد عندي ارتفاع على المدى الوسط للقصير، ولكن على المدى الوسط للطويل هل يا ترى ممكن نرجع نعمل إشارة انعكاسية ونسجل انخفاض ضخم؟ طبعا ممكن. الكراش سايكل او الانهيار للمؤشرات الامريكيه قربت تجي، وطبعا من هلا لاكتوبر 2019 لازم نكون هذه الاشهر طبعا عم نواجه او عم نسجل قمم جديده للمؤشرات الامريكيه لنكون تحت. ما في شك انه هذه الموجات الاندفاعيه وكبر الشموع اليابانيه ابتدت تعطينا اشارات على انه الاشارات ممكن تعطيني خلينا نقول يعني عم بتلمح لي باشارات بيع او بسيناريوهات مفترضه ممكن يبتدي فيها السوق. انا اليوم بالجلسه ما راح اطول كثير عليكم، راح اكون سريع وعمر بشكل سريع على معظم العملات الرئيسيه. ما في شك انه طبعا ممكن نرجع نبتدي بالتحليل الاخرى اليوم الخميس، ما عندي امبارح بجلسه امس كان عندي الاي دي بي امبلمنت تشينج، وطبعا ما كانت اذا بدكم فولاتيلتي والتقلبات عاليه عليها. وانما بالنسبه لنا طبعا بجلسه غدا اللي هي نهار الجمعه عند النون فان بيرول هي رح نكون منتظرينها كرمال نقدر نحدد وندخل بمراكز استثمار. بجلسه اليوم رح نكون عم ننهي هذه الجلسه طبعا من وراء التحاليل التقنيه طبعا مرينا عليها بشكل سريع، ولكن بجلسه بعد الظهر عندي تحاليل خلينا نقول او مؤشرات واستراتيجيه تداول رح اشرح لكم اياها. بتمنى تكونوا موجودين معنا ولايف معنا، وانا بتشكر وجودكم على طول الدائم بشكل يومي. اذا حدا من حابب انه طبعا نشرح بعض مؤشر او اي عمله اخرى طبعا ما تترددوا انه تكتبوا ليها بالكومنتس. بالنسبه لاسعار النفط الارتفاع طبعا محدود، ممكن نوصل لمستويات اذا بدكم النفق الميل على ارتفاع او الابورد شانل ممكن نوصل لمستويات تقريبا ال 55 50 او ال 55 80 قبل ما نرجع نفكر بمراكز البيع لنسجل السيناريو المفترض اللي هو الانفرس هيدن شولدرز او الراس والكتفين، تمام. هذا بالنسبه لاسعار النفط. فأنا بشكر وجودكم معي بهذه الجلسة، كان معكم محلل تقني جوزيف ظهري من شركة تكمل. إلى اللقاء.